المجلس غاص بشياطين بني أمية، الكل جالسون. يزيد بن معاوية أمر ذلك الرجل من وعاظ السلاطين، قال له اذهب على المنبر وابدأ. فبدأ الرجل بمديح بني أمية وبالذم آل بيت رسول الله، ثم أخذ يشتم عليا أمام أعين بنات رسول الله، ثم أخذ يشتم الحسن المجتبى، ثم بدأ يشتم الحسين، بعض العلماء يقولون ثم أخذ يشتم فاطمة. رحم الله هذه العبرات، رحم الله هذه القلوب. فعندها صاح الإمام زين العابدين من بين الأغلال والحبال، قال له ويلك أيها الخاطب، اشتريت مرضات المخلوق بسخط الخالق، فتبوأ مقعدك من النار. سكت اللعين. وتوجه الإمام لفرعون هذه الأمة يزيد وخاطبه بكلمة يا يزيد بالاسم. الكل كانوا ينادونه يا أمير الكذاب، يقبلون يده، يسجدون أمامه ويخضعون، ولكن حجة الله الأعظم قام أمامه وقال له يا يزيد ائذن لي أن أصعد على هذه الأعواد لأتكلم بكلمات فيهن لله رضا ولهؤلاء الجلساء أجر وثواب. فلم يأذن له. تعجب الناس، شاب عمر آنذاك 21 سنة، ماذا يحسن؟ ولذلك ابنه معاوية الثاني قال أبا وما يحسن هذا الفتى، وآخر قال وما قدر ما يقول هذا الفتى. إذن له أن يصعد لنسمع منه كلاما، نشوف شنو عنده، من هذا؟ الدعاية تقول بأنه خارجي، ابن الخارجي، مغلول، مريض، ولكن بقوة إلهية ربانية قام مهيبا بغيبة الله. قال يزيد إنه من أهل بيت قد زق قل علم زقا، كبيرهم لا يقاس، وصغيرهم جمرة لا تداس، وفضائل شهد العدو بذكرها، والفضل ما شهدت به الأعداء. قال يزيد إنه إن صعد المنبر لا ينزل إلا بفضيحتي وفضيحة آل أبي سفيان. لم يأذن له، ولكن الرأي العام تألب على يزيد، قال له ائذن له، ائذن له، حتى أذن لإمامنا زين العابدين. الإمام سلام الله عليه قام، فكوا عنه الأغلال، قام ووقف على المنبر واقفا وخطب خطبة أجمع المؤرخون أوجل منها القلوب وأدمى منها العيون. إذا أنت مؤمن موالي تبكي حقك لحبك لزين العابدين، ولكن يا ترى شياطين بني أمية من ملئت بطونهم من الحرام، كيف أثرت كلمات إمامنا على قلوبهم إلى درجة أن كسروا كؤوس الخمر وأوجلت قلوبهم، وقاموا خائفين دامعين، وجاءوا بعد الخطبة واعتذروا إلى علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. بدأها إمامنا بتوحيد الله، كلمات عن التوحيد، ثم بدأها بخطبة عظيمة في الوعظ والإرشاد لم ير أحد مثلها إلا في خطب جده علي بن أبي طالب، وفي خطب جده رسول الله صلى الله عليهما وآلهما. ثم بدأ يبين فضائل ومناقب آل بيت رسول الله، ثم بدأ يتحدث عن شخصية الرسول الأعظم، ثم بدأ يتحدث أمام أعداء علي في فضائل علي بن أبي طالب وذكر علي عباده كما أجمع على ذلك الفريقان. فبدأ
في فضائل أمير المؤمنين. طبعا أهم الفضائل الإمام عليه السلام يضع النقاط على الحروف، ثم بدأ في فضائل أمهاته، أنا ابن من؟ من كانت أمهاتي؟ ثم بدأ يعرف للناس أنه ابن فاطمة. من أي أبناء الزهراء؟ بيّن من أي الأبناء. تأتيكم كلمات الخطبة، هذه الخطبة العظيمة التي قللها في خطب آل بيت رسول الله عليهم السلام. كلمات زمان مكان، الزمن زمن حكومة يزيد، المكان مكان فرعون هذه الأمة، يزيد الطاغي جالس على العرش، وشياطين بني أمية في زخرفهم وزبرجهم، والإمام في ثوب عتيق وقد أثرت عليه الرياح. والإمام سلام الله عليه دخل في مجلس يزيد أشعثا، يعني الغبار على وجهه الطاهر، ماذا يصنع ابن رسول الله؟ ولكن تعال وانظر، إن الفتى من يقولها أنا ذا. بدأ الإمام صلوات الله وسلامه عليه تلك الخطبة الغراء: الحمد لله الذي لا بداية له، الدائم الذي لا نفاد له، الأول الذي لا أول لأوليته، والآخر الذي لا آخر لآخريته، قسم الليالي والأيام وقسم فيما بينهم الأقسام، فتبارك الله الملك العلام. أيها الناس أحذركم من الدنيا وما فيها، فإنها دار زوال وانتقال، تنتقل بأهلها من حال إلى حال، قد أفنت القرون الخالية والأمم الماضية، الذين كانوا أطول منكم أعمارا وأكثر منكم آثارا، أفنتهم أيدي الزمان واحتوت عليهم الأفاعي والديدان، أفنتهم الدنيا فكأنهم لا كانوا لها أهلا ولا سكانا، قد أكل التراب لحومهم وأزال محاسنهم وبدد أوصالهم وشمائلهم وغير ألوانهم، وطحنتهم أيدي الزمان، أفتطمعون بعدهم البقاء؟ هيهات هيهات، لا بد لكم من اللحوق بهم، فتداركوا ما بقي من أعماركم بصالح الأعمال، وكأني بكم وقد نقلتم من قصوركم إلى قبوركم، فرقين غير مسرورين، فكم والله من قريح قد استكملت عليه الحسرات، حيث لا يقال نادم ولا يغاث ظالم، قد وجدوا ما أسلفوا وأحضروا ما تزودوا، ولا يظلم ربك أحدا، فهم في منازل البلوى هم وفي عساكر الموتى خمود،
ينتظرون صيحة القيامة وحلول يوم الطامة ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فضج الناس بالبكاء والعويل. الآن انتظر، الآن تصور نفسك أنت جالس في مجلس زين العابدين سلام الله عليه. ثم قال: أيها الناس، أوتينا ستا وفضلنا بسبع، أوتينا العلم والحلم والسماحة والشجاعة والفصاحة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي المختار، ومنا الصديق، ومنا الطيار، ومنا أسد الله وأسد رسوله، ومنا سبط هذه الأمة، ومنا مهدي هذه الأمة. أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي. أنا ابن مكة ومن أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من حمل الركن بأطراف الردا، أنا ابن من حمل الزكاة بأطراف النداء ردا، أنا ابن خير من ائتزر وارتدى، أنا ابن خير من انتعل واحتفى، أنا ابن خير من صام وصلى، أنا ابن خير من طاف وسعى، أنا ابن خير من حج ولبى، أنا ابن من حمل على البراق في الهوى، أنا ابن من أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أنا ابن من بلغ به جبرائيل إلى سدرة المنتهى، أنا ابن من دنا فتدل لا فكان قاب قوسين أو أدنى دنوا واقترابا من العلي الأعلى، أنا ابن من صلى بملائكة السماء مثنى مثنى، أنا ابن من أوحى إليه الجليل ما أوحى، أنا ابن محمد المصطفى، أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن من ضرب خراطيم الخيل حتى قالوا لا إله إلا الله، أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين وطعن برمحين وهاجر الهجرتين وبايع البيعتين وصلى القبلتين وقاتل ببدر وحنين ولم يكفر بالله طرفة عين، أنا ابن صالح المؤمنين ووارث النبيين وقامع الملحدين ويعسو بالمسلمين ونور المجاهدين وزين العابدين وأفضل الباكين وأفضل القائمين من آل طه وياسين رسول رب العالمين، أنا ابن المؤيد بجبرائيل المنصور بميكائيل، أنا ابن المحامي عن حرم المسلمين وقاتل الناكفين والقاسطين والمارقين، والمقاتل أو المحامي أولياءه المؤمنين، وأفخر من مشى من قريش أجمعين، وأفضل من مشى من قريش
قريش أجمعين، وأول من أجاب واستجاب لله ولرسوله من المؤمنين، وقاصم المعتدين، ومبيد المشركين، وسيف من مرام الله على المنافقين، ولسان حكمة الله، وناصر دين الله، وولي أمر الله، وبستان حكمة الله، وعيبة علمه، سمح سخي بهي، بهلول أبطحي، رضي مقدام همام، صابر صوام، مهذب قوام، قاطع الأصلاب، ومفرق الأحزاب، ربطهم عنانا وأثبتهم جنانا، وأقواهم عزيمة، وأشدهم شكيمة، أسد باسل يطحنهم في الحروب، إذا ازدلفت الأعنة وقربت الأسن طحن الرحى، ويذروهم في هذا والريح الهشيم، ليث الحجاز وكبش العراق، مكي مدني، خيفي عقبي، بدري أحدي مهاجري، من العربي سيدها، ومن الوغى ليثها، وارث المشعرين، وأبو السبطين، الحسن والحسين، ذاك جدي علي بن أبي طالب عليه السلام. ثم بدأ يجمح عن أمهاته، قال: أيها الناس، أنا ابن عديمات العيوب، أنا ابن نقيات الجيوب، أنا ابن من كسى وجه الحياة، أنا ابن فاطمة الزهراء، أنا ابن خديجة الكبرى. احتار الناس: ابن الزهراء من أي ولد؟ قال: أيها الناس، أنا ابن المقتول ظلمايا، أنا ابن الذي رأسه على القناة إلى الشام يهدى، أنا ابن الذي بكت عليه الجن في الأرض والطير في الغوى، أنا ابن المقتول حتى قضى، أنا ابن العطشان حتى مضى، أنا ابن الحسين الغريب بكربلا، ضج الناس، قام يزيد للفتنة، أمر المؤذن، قال للمؤذن: أذن، فوقف المؤذن، لما صاح الله أكبر الله أكبر، قال الإمام زين العابدين: لا أكبر من الله شيء، كبرت كبيرا لا يقاس. لما قال المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، قال الإمام زين العابدين: شهد بذلك لحمي ودمي وعظمي وشعري وجسمي، ولكن المصيبة يا مؤمنين، وويلا وويلا، لما صاح المؤذن: أشهد أن محمد رسول الله، قام الإمام شق ثوبه، قال: يا يزيد، أمحمد هذا؟ جدي أم جدك؟ إن قلت أنه جدك فلقد كذبت وكفرت، وإن قلت أنه جدي فلماذا قتلت أبي؟ ولماذا سبيت نساء؟ ماذا تقولون لو قال النبي لكم
ماذا فعلتم وأنتم آخر الأمم بعسرتي وبأهلي بعد مفتقدي منهم سبايا ومنهم ضرجوا بدمي. آخ آخ. ثم بدأ هذا اللسان حال الإمام زين العابدين سلام الله عليه راسل والإقبالي بالطشب يبرالي ويزيد بالمخصار يضرب على سنان. سيدي يا صاحب الزمان تسمع راسل ابو قبالي بالطشط يبرالي ويزيد بالمخصار يضرب على اسنان. ابا يا حسين ما كانت على البال جرون بيني عمتي وغلي عيال صاروا يشتمون. الناس قاموا اجتمعوا حول الامام خطيب. خطيب ينزل من المنبر الناس يطيبون انفاسهم. الناس ياتون اليه يحضرون عنوانه. جاءوا اجتمعوا حول الامام. أحدهم قال يا ابن رسول الله أنا الذي شتمته. أحدهم قال يا ابن الزهراء أنا الذي ضربتك بالحجارة. بعضهم قالوا يا ابن رسول الله نحن رمينا عليكم الزبانة. يا يا يا. اسمع اسمع. راح واحد منهم رأى الإمام كأنه عطشان عرقان ذهب أخذ آنية ملأها ماء أتى بها إلى الإمام. نظر الإمام إلى الماية واختلط الماء بدموعه. نشرب لذي الماية يحس واهلي قضوا كلهم عطش وحسين الدرايا بمزيب راش فوق التراب وبدون تكفيه. جاء بعضهم يا ابن رسول الله نحب نجي نزورك وين انت؟ لا اله الا الله تجدد المصاب. الامام قال ان يزيد نزلنا الخريبه. رحم الله هذه الدموع. رحم الله هذه العبرات. الان لحظات استجابه الدعاء. مجلس عامر بنور العلماء اعزائي سادتي ارفعوا ايديكم الدعاء مستجاب ان شاء الله.